شدد أمين عام جامعة الدول العربية على مركزية دور السلطة الفلسطينية وفتح وضرورة إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي الذي عانى منه الفلسطينيون منذ عام 2007 ولم يؤدي سوى لإضعاف موقفهم بما صب في مصلحة الاحتلال. وخلال استقباله وفدا رفيع المستوى من حركة فتح، أكد أبو الغيط أن الحركة الوطنية الفلسطينية مظلة جامعة لكل الاتجاهات، وأن أحدا لا يمكنه إنكار دور فتح في النضال الفلسطيني منذ عقود، وأن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر توحيد الصف. كما أكد أبو الغيط أن انعدام الضمير الإسرائيلي شكل صدمة لأصحاب الضمائر في العالم، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية.